اعزائي المشاهدين اهلا وسهلا بكم بحلقه رمضانيه جديده من برنامجكم العلم للجميع حلقه هذا الاسبوع ستتضمن موضوعا للنقاش حول الاعجاز الهندسي والعلمي في القران الكريم اضافه لفقره براءه اختراع فاهلا وسهلا بكم أحد الحلول الرئيسية لمشكلة الكهرباء في العراق هو استغلال ما حبان الله بها من طاقة شمسية تصل إلى 1200 واط على المتر مربع رقم كبير ولو كان في دول أخرى لتم استغلال هذه الطاقة على أتم وجه هنالك براءات اختراع عراقية كثيرة حول هذا الموضوع ومواضيع أخرى اليوم نستضيف احد اعلام الطاقه الشمسيه في العراق هو الاستاذ المساعد زهير الصقار الذي سبق ان استضفناه في حلقات سابقه من برنامج العلم للجميع قبل اكثر من عام. هذا الرجل مدير لمشاريع كثيره في شمال ووسط وجنوب العراق في الطاقه الشمسيه ومشرف على طلبه كثيرين في مستوى الماجستير والبكالوريوس اضافه لتاليفه لمجموعه من الكتب وحصوله على خمس براءات اختراع اهلا وسهلا اهلا وسهلا استاذ زهير الصقار اهلا وسهلا بكم وبرنامجكم وقناتنا قناه النعيم شكرا جزيلا مره ثانيه بارك الله بك الحقيقه يعني احنا نشكر تعبكم انت والدكتور مصطفى من مدينه ديالة ذات معقوبه الى بغداد واحنا في ايام رمضان الحقيقه وهي تحسب لكم شكرا جزيلا لان زكاه العلم نشره بارك الله بكم استاذ زهير نبدا ببراءه اختراع وبعدين ندخل في موضوع الطاقه الشمسيه براءه الاختراع اللي هي العصا الذكيه اعتقد نعم فد يعني آه نبدأ دكتور آه براءه الاختراع هذه العصا الذكيه للمكفوفين طبعًا هذه تخدم طبقة كبيرة من المكفوفين وأيضًا هي براءة تطبيقية وبراءة إحنا يعني الحاجة خلتنا نفكر بهذه البراءة لكي نقدر نخدم أكبر عدد ممكن من المكفوفين طبعًا هذه البراءة ربما سأل يتساءل إنه هي براءة جديدة لكن هي براءة بالنسبة لنا وبالنسبة للمكفوفين هي براءة جديدة لأنه جمعت بين عدة براءات براءة وحدة يعني البراءة هذه بها المواصفة الأولى مثلا على سبيل المثال في حالة إذا الكفيف صادف في طريقة أي حفرة مثلا على سبيل المثال أو أي عائق أمامه هنا راح يصير عدة إعاز أنه أكو أمامه فد معيق أو فد شيء خطر حتى يأخذ بنظر الاعتبار حتى لا يتأذب هذا الخطأ كل ما يقترب من الخطر او من مثلا الحفره او من الحاجز يبعث اشارات الى هذا الكفيف انه اكو امامك حاجز وهذه الاشارات قد تكون يعني ممكن تكون صوتيه نعم. وممكن تكون بالاهتزاز. دكتور احنا الحقيقه نسمع اكو العالم وصل الى تصنيع مثل هكذا مواضيع، شو اختلفت؟ براءة الاختراع العراقية اللي أنتجها فريق عملك عن ما هو موجود أجنبيا ولا سيما أنه البراءة لازم تكون بها فد إضافة نوعية أما من ناحية الفكرة أو الجدة أو التطبيق وهكذا نعم. دكتور هذه البراءة جمعت بها يعني عدة براءات جمعت براءة واحدة يعني الشيء الأول مثلا إذا كان أمامك أمام الكفيف عائق أمامي قلنا يبعث اشارات قد تكون هذه الاشارات احنا نحددها اما صوتيه او اهتزاز، هذه وحده. الشيء الثاني في حاله وجود عائق علوي مثلا حتى راس الكفيف ليطخ مثلا بحاجز او بحائط او باي شيء اخر، ايضا كل ما يقترب من من الحاجز هذا راح يبعث له اشارات حتى يبين له انه اكو امامه حاجز، بالاضافه الى انه اذا يريد يعبر شارع مثلا اكو سياره قادمه من جهه اليمين او من جهه اليسار. هذه ايضا ينطي عاز إلى الكفيف إنه أكو مثلًا سيارة مسرعة جاية قريبة عليه. أستاذ زهر تم نعم. استخدامها حاليًا. نعم إحنا هذه طبعًا هذه أيضًا بالإضافة لهذه الصفات أكو صفات أخرى مثلًا رخصها وموادها متوفرة حلو. بالسوق. وسرعه انجازها مثلا اذا طلب من عندنا مثلا طلبوا من عندنا كميات شيء ممكن كلش مهم ممكن يعني نجهزهم باسرع ما يمكن ممكن إنه نعم مفاتحه وزاره الصحه لغرض الاستفاده من عندها كذلك الى مراكز جمعيات المكفوفين وغيرها نعم جمعيات المكفوفين وكريمي نعم. العين أه وانت الضليع في موضوع الطاقه الشمسيه نعم تعشقها للشمس مو؟ اكيد شنو العلاقة بينك وبين الشمس؟ دكتور يعني الشمس يعني الشمس هي الشمس اللي تشرق يومياً. شروقها يعني فد منظر كلش حلو فد منظر يعني يريح النفس. غروبها أيضاً فد منظر كلش حلو بالإضافة إلى فوائدها المتعددة فوائدها إلى جسم الإنسان، فوائدها إلى إلى كثير من الأمراض، يعني فوائدها المتعددة بحيث سابقا في العهود السابقة كانوا يعبدون الشمس ليش لأنه هذه المواصفات قبل موجودة نعم قبل وجود قبل نزول الأنبياء والكتب السماوية المعروفة اللي عندنا زين كانوا يعبدون الشمس لأنه الشمس بالنسبة لهم شيء يعني كلش عجيب يعني عجيب يسمون الإله أوتو نعم آلهة الشمس نعم نعم طبعا هي تسمية مغلوطة أكيد لان ماكو اله غير رب العالمين نعم بالله. ونعم بالله استاذ زهير احنا في الصيف اشعه الشمس تصير وباء على العراقيين اكيد شلون نحول هاي النظره الى انه هي طاقه الشمس راح تعطيك تبريد وهي تريحك يعني يعني بعض الدول نسبة الإشعاع الشمس الساقط عليها متى وصل 600 واط على المتر المربع في حين واستغلوها أفضل استغلال إحنا ضعف مثلا نعم مقارنة بإنجلترا نعم 1200 واط لكل 1200 متر مربع. على المتر المربع على المتر المربع نعم فهل هنالك مشاريع أو براءات اختراع وفي هذا الموضوع؟ إحنا إن شاء الله عندنا كان عندي طالب ماجستير اشتغل في مجال الطاقة الشمسية واشتغل في مجال جديد حديث بالعراق ما مطروق سابقاً وإن شاء الله قريباً تكمل براءة الاختراع ونحصلها بحيل الله، وهذه البراءة يعني الشيء طبقناه عملياً، وموجود الآن المنظومة اللي, شك اللي نصبناها وشغلناها ضمن هاي المواصفات الحديثة اللي مو موجودة سابقاً عندنا بالعراق ايضا موجوده في موقع في مديريه بنى التحتيه في قياده شرطه دياله لان الطالب كان ايضا لان هو كان في مقدم مهندس نعم نعم زرناها في نعم يعني. حضرتك ايضا كنت بوقتها رئيس لجنه المناقشه لهذا الطالب وزرت الموقع وشفت نفتخر به يعني الحقيقه هو من ضباط القوات الامنيه والكفوئين الكفوئين جدا نعم قدم ماجد اعتقد هسه صار عقيد ماجد وطالب الدكتوراه ما شاء الله نعم طالب دكتوراه ما شاء الله أه شنو اختلاف هذا الاختراع عما موجود عالميا؟ دكتور أه بالنسبه لهذا الاختراع عالميا ما موجود، ليش ما موجود؟ لانه كل دوله تسوي المنظومات تلائم ظروفها. نعم. احنا بالنسبه لنا أه لاسباب كثيره عندنا نظام الاونجريد، عفوا نظام الاوفجريد. في حين الدول المجاوره عندها نظام الاونجريد. احنا ما نقدر في الوقت الحالي نستخدم نظام جريد بوحده وهم ايضا ما يفيدهم نظام جريد في وحده لحد الان ماكو قانون بالضبط يحدد انه البيت اذا مثلا تسافرت وبقت المنظومه الطاقه الشمسيه تشتغل وماكو استهلاك بالبيت تقدر تضخها للشبكه صح صح ولا لا نعم وبالتالي يقدر المواطن هو يجهز مواطن اخر بالضبط او يجهز الشبكه الوطنيه نعم يعني ترى موجوده هاي باغلب دول موجوده العالم. باغلب يعني دولة دولة يشترون من المواطن ضعف السعر أكيد. على مود يشجعون نعم على مود يقل التلوث نعم الاردن هسه حاليا نعم يعني واعتقد احنا البرلمان او صوت او راح يصوت على مثل هكذا قانون لحد الان حسب معلوماتي ما صوت بس اكو يعني احنا اعضاء برلمان برلماننا يعني هوايه اتصلنا باعضاء كثيرين نعم. وتبنوا الفكره وقر يعني أه وعدونا لا هو انطرح و... انطرح ايضا انطرح اعتقد قراءة اولى أو لا بس أو كلام ما اتخذوا لحد الان مثلا الدولة بيش تشتري الكهرباء من المواطن يعني سعر الشراء ايش قد لانه أه هذا ايضا والله لأ لأت... هي اسوة بالدول المتقدمة الحقيقة نعم يعني اذا كان سعر الـ سعر الكيلو واط اور يعني 10 دنانير او مرات 20 حسب الاستهلاك نعم أه الاجدى انه يكون الدوله تشتري من المواطن بضعف على مود يشجع المواطن نعم وبالتالي يعني بعض المواطنين راح يسوي حقل مال طاقه شمسيه ويضخ للشبكه اكيد وبالتالي راح يقل التلوث راح يعني هيك مشاريع ترى حلوه حتى يعني اقتصاديا دكتور يعني, يعني احنا متس... راح نعمل استشاريين نعم ودا نطرح هاي الفكره نعم يعني هاي الفكره انه الدوله تشتري من المواطن ضعف سعر الكهرباء التقليديه وبالتالي الكثير من المواطنين راح يشجعون انه يضخ للشبكه. دكتور احنا بهاي الاجواء الرمضانيه المباركه الحقيقه رمضان كريم على علينا كل اهل العراق وعلى اجمعين نعم. آه سمعت عندك بحث حول الطاقه الشمسيه واستخداماتها في القران الكريم. نعم. وهذا موضوع كل الشيق نعم. ويتعلق ببراءات الاختراع بالطاقه الشمسيه. نعم. آه تقدر تنورنا؟ دكتور بالنسبة مثل ما قلنا الشمس يعني شروقها يعني كلش يعني يريح النفس اكيد منظر طبيعي كلش حلو غروب بنفس الوقت بنفس الوقت ايضا بالاضافه الى انه الشمس لها فوائد كثيره من بينها مثلا اللي يتعرض للشمس اللي عنده مثلا امراض العظام ايضا ممكن تنبني العظام ممكن الفيتامين دي ايضا يتكون من من تتعرض الى الشمس هذه كلها جعلت الى انه الشمس يصير لها مكانه غير المكانة بقيه النجوم فلذلك وبالاضافه الى أنه فوائدها الكثيره الان خاصه الان بدينا او بدا العالم كله يفكر في كيفيه تحويل الطاقه الشمسيه الى طاقات اخرى من بينها الطاقه الكهربائيه احد السور في القران الكريم تبدا بكلمه الشمس نعم. الشمس وضحاها وسخر الشمس نعم. تسخير الشمس طبعا الشمس طاقه مجانيه لان مم. الله سبحانه وتعالى هو سخره مم. للشمس يعني من يقول سخره يعني انطى اعطاء بدون مقابل مم. الشمس لكل الناس مم. لكل الناس ممكن تستفاد من الطاقه الشمسيه والله سبحانه وتعالى هي اصل الحياه هي والماء الحقيقه نعم 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 نستمر نعم مم. آه بعض الحقائق العلميه عن الشمس الشمس طبعا آه يعني شيء ملتهب كتلة ناريه ومخيفه، درجات الحراره كلش عاليه، لا يمكن الاقتراب منها، بالاضافه الى انه موقع الشمس بل بل بالموقع الحالي ضروري جدا لانه لو اقترب الشمس مسافه معينه او ابتعد الشمس عن موقعها الحالي بالنسبه للكره الارضيه ما حياه على الكره الارضيه. وكل شيء خلقناه بقدر. بقدر نعم. نعم مضبوط. اذا الشمس آه هذا هاي الكتلة العظيمة أو الكبيرة والعظمة لله نعم وهي أساس المجموعة الشمسية نعم اللي درجة الحرارة على سطحها توصل إلى 6000 درجة مئوية بالأعمار توصل إلى 15 مليون 16, 16 مليون, درجة مليون درجة مئوية نعم مليون درجة مئوية ومتكونة 98% من عدها من غازي الهيليوم والهيدروجين نعم وطاقتها ناتجة عن الاندماج النووي اللي يحصل داخل هذه الكتلة الكبيرة نعم ومصير هذه الشمس بعد مليارات السنوات هو أنه تضمحل الزوال نعم وتصير مثل الثقب الأسود الحقيقة وهكذا إذا القرآن الكريم مثل ما جسد الشمس كتطبيقات الحقيقة بالبحث اللي جنابك الكريم يعني طلعت عليه كبحث قيم نعم. يعني وانت الضليع مدير لمشاريع كثيره بالعراق في الجنوب والوسط والشمال نعم. يعني قدرت تستفاد من ما ذكر بالقران الكريم دكتور بالنسبه للطاقه الشمسيه صار طبعا اكيد استفاده من من الطاقه الشمسيه بحيث قدرنا نحول او مو احنا اللي قدرنا وانما العالم قدر يحول هذه الطاقه الشمسيه الى طاقه كهربائيه بعد ما شافوا انه سقوط الضوء طبعا الشمس يبعث الضوء والحراره يعني كثير من الناس يعتقد انه الحراره هي اللي احنا استفادنا من عندها وخلينا تحول تتحول الى طاقه كهربائيه في حين هو الطاقه الكهربائيه الطاقه الحراريه ما لها علاقه الطاقه الشمسيه الطاقه الضوئيه هي اللي قامت تسقط على السيليكون وقامت تسوي بها تفاعلات وهذه التفاعلات ادت الى ان الطاقه الحراريه الحقيقه تسوي سايد افكت بالضبط يعني تقلل الافشنسي نعم. تقلل الكفاءه مال الخليه واكو معامل مال مع الخسائر لكل درجه حراره فوق ال 25 درجه مئويه تقلل من الكفاءه بنسبه تقلل معينه من الكفاءه بس رغم ذلك اجواء العراق صحيح حاره بس شدة الإشعاع الشمس الساقط تعوض نعم. عن الخسائر اللي يصير بالحرارة ويبقى العراق من درجة أولى بالعالم من أفضل الدول وليس أفضلها نعم. ليس أفضلها بسبب الحرارة الحرارة والغبار نعم. بعض الأيام المغبرة إذا براءة اختراع حول هذا الموضوع حول الطاقة الشمسية وهذه الشمس العظيمة وهذه الطاقة العظيمة اللي حبانا الله لان العراق الحقيقه دوله متميزه سبحانه وتعالى حب العراق بطاقه داخل الارض هي طاقه الطاقه الاحفوريه نعم. طاقه النفط والغاز نعم. وطاقه فوق الارض هي الطاقه الشمسيه, الشمسية. الطاقه داخل الارض جلبت لنا الاستعمار والحروب ليش لان احنا مع الاسف يعني ما احسننا استخدامها حاليا ان شاء الله وهي اساس يعني خبزة الشعب العراقي أو هي حقيقة تعتبر سلة غذاء الشعب العراقي من خلالها أما الطاقة الشمسية فذلك بحث آخر مشاريع خجولة وإرادة غير مكتملة اتجاه استغلال الطاقة الشمسية ونحن من سنوات النادي استغلال الطاقة الشمسية ومبادرة البنك المركزي وغيرها من المبادرات. اذا نرجع لصلب موضوعنا. دكتور يعني اذا تسمح لي يعني امانه يعني احنا نشتغل في مجال الطاقه الشمسيه حضرتك تعرف واكثر المشاهدين يعرفون من خلال تعرف على قناتنا وعلى شغلنا ايضا. لا يعني انا يعني اذا اشوف سنه ورا سنه التوعيه في مجال استغلال الطاقه الشمسيه دا يزيد لا يعني على سبيل المثال احنا العام من بدينا نشتغل بالطاقه الشمسيه الموسم بدا في شهر الثالث. نعم يعني بدات الناس تنصب منظومات طاقه شمسيه الى نهايه الصيف في حين المفروض تستمر طول السنه لكن تدري انت من فتره الربيع والخريف استهلاك الطاقه يقل او الطلب على الطاقه يقل فالكهرباء تصير زينه فالناس شويه تبرد في هذا المجال لكن هالسنه بالذات يعني احنا بدينا ترى من واحد واحد بدينا في تنصيب منظومات طاقه شمسيه وبدينا ايضا في تنصيب منظومات طاقه شمسيه في مكانات يعني ضروريه ومهمه مما يدل على انه الناس بدات تتوعى كثيراً في هذا المجال. يعني نصبنا في معامل ونصبنا في مستشفيات ونصبنا في أماكن في في دور العبادة. البارحة أيضاً كان عندنا منظومة طاقة شمسية في أحد دور العبادة. وأنا م. متأكد يوم ورا يوم الوعي في هذا المجال يزيد. فلذلك يزيد استثمار الطاقة الشمسية. أنا معك. الحقيقة إحنا في كل سنة في العراق السنة الحمد لله يعني نقدر نقول عليه عام خير وبركة بسبب. منخفض الجو اللي صار بالعراق وبالتالي هاي الامطار امطار الخير وصارفت مع رمضان فشيء رائع كل سنه العراق يفقد مئات الالاف من الدونمات الزراعيه قد تصل الى يعني في بعض الاحيان الى نصف مليون دونم او كذا الطاقه الشمسيه هي الحل هي الحل لعوده الاراضي القاحله الى الاراضي, الأراضي الزراعيه القاحلة من خلال العراق عائم على بحيرة كبيرة من المياه بالإضافة للنفط أكو مياه تتجدد أكو مياه يعني تتجدد لا تتجدد بس نسبيا إحنا هاي المياه اللي تتجدد نقدر نستغلها وتعتبر نهر ثالث يعادل نهري دجلة والفرات نعم. وأكو مشروع أنا وجنابك الكريم الحقيقة نعم. العام الماضي لو قبل نعم. سنتين قبل سنتين وهسه توسع بشكل كبير دكتور يعني احد احد المواطنين الحقيقه رغم انه خريج صناعه دار الصناعه شاب طموح قدر يحيي الاراضي ما بين النجف النجف وكربلاء وكربلاء نعم يعني منصف. حقيقه الاف الدونمات احياها بجهد شخصي وحفر على الاقل 500 بئر الان وصلت اكثر من 900 دكتور ما شاء الله اكثر من 900 دكتور. 900 بئر نعم. اعماق تصل الى 60 او 70 متر وصلنا 120 130 متر 120 متر 130 ورجعت متر. هاي المناطق زراعيه زراعيه و... اضافه الى تجهيز هذه البيوت نعم. يعني مناطق تدري انت من توفر الكهرباء وفرت احد اسس الحضاره الرئيسيه وبالتالي راح تصير اكو مدنيه اكو بيوت اكو شوارع وامن غذائي أيضاً. اكو حي سكني وامن غذائي ايضا وراح نست... امن غذائي احسنت يعني احنا هاي بس الاراضي اللي بين النجف وكربلاء لو استغلت تكفي مو بس العراق تكفي العراق وجميع الدول المجاوره كن على ثقه اكيد فاذا مستقبل الطاقه الشمسيه في العراق يحتاج الى توعيه توعيه بالدرجه الاولى بالوقت الحاضر اول شيء نعم. اراده حقيقيه ثاني شيء توعيه دكتور آه الان آه يعني اكو 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 تطور كبير في هذا المجال يعني في مجال استهلاك الطاقه الشمسيه في مجال التوعيه بفائده واهميه الطاقه الشمسيه بمجال آه الطاقه الشمسيه يعني مثلا ايش قد راح تفرق لك او ايش قد راح توفر لك بعد ما يكون غازات بحيث حتى ما تاثر يعني تاثير على الاوزون يقل وبالاضافه الى انه انت راح تستغل مثلا اذا استخدمت الطاقه الشمسيه في الزراعه يعني الاراضي هذه اللي القاحله واللي تحولت من اراضي الزراعة الى اراضي سكنيه راح يصير بديل الى هذه الاراضي بالنتيجه لان انت في كل الاحوال حتى اذا ما تحتاج الزراعه تحتاج الى اكسجين يعني هذا الاكسجين من يجي من النبات واذا نبات ماكو ماكو اكسجين فالان اكو انا اشوف يعني يعني انظر دا اشوف المستقبل امامي يعني مستقبل ان شاء الله مشرق لانه التوعيه تزيد الناس تتجه الى الطاقه الشمسيه بكثافه يعني انا يعني يوميا يتصلون بي اكثر من فالاعداد كل كبيره استفسارات كل كبيره لكن اكو نقطه يعني هي هاي النقطه اللي تقريبا يعني عائق امام الناس هو انه مو كل الناس تقدر تسوي منظومه طاقه شمسيه فالناس تحتاج الى دعم مادي يعني مبادره م... البنك المركزي نعم. التي ولدت ميته الحقيقه ما قدرت تستفادون من عدها دكتور هي مبادره البنك المركزي يعني حتى من الطبقه الطبقه لفترة كلش قصيره جدا والناس يعني... اللي استفادوا من عدها معدودين يعني يعني هي الدوله وفرت واحد تريليون دينار عراقي تريليون يعني ألف مليار وكان من المتوقع انه 15% من حمل الشبكه بالعراق راح يتحول على الطاقه الشمسيه ورا هاي المبادره يعني 15% يعني بقد محطه كهرباء المسيب يمكن اربع مرات او خمس مرات يعني على الاقل 7000 ميجا واط الميجا الواحد يشغل 500 اير كونديشن ابو الواحد ونص طن يعني على مود يعرف بالمناسبه دكتور طرقت الى نعم. هذا الموضوع نعم يعني اليوم انا بالذات تم يعني استيراد نعم اجهزه تبريد تعمل. سفالت تعمل على الطاقه الشمسيه نعم. مباشره على الطاقه الشمسيه يعني تيار دي سي اسعارها رخيصه م. بطاريات ما بها لانه ممكن تشتغل بالنهار على الطاقه الشمسيه مباشره وبالليل تشتغل على الطاقه الكهربائيه اذا اكو طاقه كهربائيه شكرا جزيلا شكرا جزيلا وبارك الله بيك بيك اكثر ممتنين لجيتك شكرا جزيلا بارك الله بيك شكرا جزيلا للجميع شكرا جزيلا اذا كانت من اهم صفات قرننا الماضي هو اكتشاف الكهرباء ثم تطورت بعد ذلك الى اكتشاف الحاسبات واختراع أجهزة حديثة فقرننا الحالي من أهم صفاته هو الذكاء الصناعي. اليوم نتحدث مع عالم عراقي جليل متخصص في هذا الموضوع حول أحدث ما توصل له العالم في موضوع الذكاء الصناعي. أتحدث عن البروفيسور الدكتور سامر ربيعي أستاذ الذكاء الصناعي في الجامعة التكنولوجية للبروفيسور العراقي الدكتور سامي سيرة عطرة لديه خمس براءات اختراع ومؤلف ثلاث كتب ثلاث كتب باللغة الإنجليزية إضافة إلى إشرافه على عشرات الطلبة ومناقشة مشاريع بحوث رسائل وطاريح الماجستير والدكتوراه للكثير من الطلبة العراقيين وبالذات في موضوع الذكاء الصناعي أهلا وسهلا بروفيسور أهلا وسهلا أهلاً. سيرة عطرة الحقيقة وإحنا نفتخر بمثل هكذا علماء عراقيين وأنت الحقيقة يعني معروف بالوطن العربي أكثر من معروف بالعراق على الأسف أهلا وسهلا بك أهلا بك دكتور أنت استمعت في مقدمة كلامنا حول أنه الذكاء الصناعي ما يمشي بالتدريج بالضبط تصير قفزات نتمنى انه تخلينا بالصوره دكتور وين وصل العالم في موضوع الذكاء الصناعي وبما انه الامسيه امسيه رمضانيه مباركه أريد تربطنا الذكاء الصناعي وهل تطرق القران الكريم الذي لم يترك صغيره ولا كبيره الا احصاها لهذا الموضوع او موضوع مقارب له. شكرا دكتور بارك الله بك على هاي الكلمات الحلوه والعطره. بالبدايه خلينا نشوف لي وين وصل الذكاء الاصطناعي. الحقيقه الذكاء الاصطناعي بدا من القرن الماضي خمسينيات الاعوام على شكل اتمتت المكائن برمجتها بس احنا يجب ان نفرق بين كلمه الذكاء الاصطناعي كساينس والذكاء الاصطناعي كتكنولوجيا. نعم. إذا نجي عليك كسايز الحقيقة هو بدأ أكثر من هذه السنوات مم. يعني أقدم بكثير تمام. ولكن التكنولوجيا الذكاء الصناعي بما يحمل أبلكيشن والإنجنيير الفيو بدأت تقريبا بال 1956 عندما استطاع العلماء أن يعملون أتمتة للمكائن <applause> يعني بعد الماكينة ما تحتاج أن يقف عليها عامل أو يقف عليها مهندس حتى تنتج وإنما وجود نظام بالأنظمة الخبيرة طبعاً بعد اختراع الكمبيوتر في سنة 1948 نعم هذه أكيد نعم. فبدت المكائن تشتغل بصورة آه سبونتينيوس تلقائية بدون تدخل عامل بشري فيهم بمجرد وجود أنظمة تنطيها الإعازات <applause> وكانت النتائج الحقيقة مذهلة من حيث النوعيه نوعيه المنتج ومن حيث الكميه والسرعه والسرعه طبعا م -م. نقول الكميه يعني العدد راح يزداد والنوعية هي اكثر اكيد نعم. وبدأ الذكاء الاصطناعي يدخل السوق العالمي بموازاه البترول عندنا في الوطن العربي يعني. يعني قامت توصل الى مئات المليارات سنويا من منتجات الذكاء الصناعي تمام اضافه الى هذا الذكاء الصناعي قدر يخطو خطوه كبيره بغزو الفضاء واستخدام صحيح. الروبرت في كثير من التجارب العلميه م. وحتى الاقمار الصناعيه الموجوده حاليا اللي بدات تقريبا بهاي المراحل بغزو العالم. م -م. ولهذا هي دا ولهذا م -م. هي دعوه من خلال برنامجك الحقيقه البرنامج العلمي انه يجب ان تضع قوانين لهذا الذكاء الصناعي وخاصه في الغزو الفضائي. تمام خاصه تعرف انت دول ناميه بدات تغزي الفضاء تكون نعم أقمار بال... صناعيه عندك الهند, الهند. دخلت الهند. الى حيز دخلت الدول الفضائيه الى آخر. الصين الصين اضافه الى جميع اوروبا تقريبا دخلت بهذا المجال نعم هذا التطور الصناعي التطور التكنولوجي في مجال النقل في مجال الاتصالات الى اخره تمام هو عباره عن تعريف بسيط انه هي عباره عن مناغات العقل البشري اي بمعنى اخر ممكن ما راح يكون عقل بشري عمليه او العالم راح تكون هذا المجال اخر التطورات اللي وصلنا اليها في الوقت الحاضر هو ما نشر قبل اسبوع في بلجيكا تمكن احد العلماء البلجيكيين ان يجعل فرع من فروع الذكاء الصناعي ما يعرف ساينس او علوم الاعصاب النيوروساينس النيورو نعم احنا ما نسميه بالعربي يعني كيفيه التدخل بقياده الاعصاب اللي يمتلكها الانسان عن طريق الذكاء الاصطناعي والحقيقة أنا ما قريت عن هذا العالم أنه التجارب لا تزال بقيد الدراسة م -م. ولم تنفذ بصورة 100% تمام راح تقول لي ليش أكيد المشكلة أنه حتى نربطها بالقدرة الله سبحانه وتعالى إحنا نعرف الله سبحانه وتعالى يقول فوق كل ذي علم عليم م -م. نعرف م -م. أنه الإنسان وخلق الإنسان في أحسن تقويم مقارنة بالبقية تمام الانسان هو الوحيد اللي خلق على الكره الارضيه خليفه لله. نعم. وبالتالي ميز هذا الانسان هذا المخلوق عن باقي الكائنات الحيه. سواء كانت حيوانات، سواء كانت نباتات او الى اخره. الميزه اللي الله سبحانه وتعالى وجدها بالانسان هو العقل او العقل البشري. نعم. اللي هو هذا العقل البشري استطاع ان يكون الذكاء الاصطناعي، يكون الاله. لوحظ انه تداخل الذكاء الاصطناعي في عملية الإعازات أو السيجنال اللي بيعطيها الدماغ نعم. إلى إلى الجسم كاملة لا يمكن أن يتوصل إلى الذكاء الاصطناعي خاصة في في قضايا يعترف الآن الذكاء الصناعي بأنه لا يستطيع أن يخترق على سبيل المثال نعم. الإحساس تمام. الشعور الشعور أنت تشوف الإحساس هذه الغيرة اللي إحنا نحكي عليها نعم. الاستجابة السريعة الذكاء الاصطناعي نعم. آلة جانب, جانب روحي دكتور جانب, جانب, جانب روحي, 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 روحي للاعازات وللكيان البشري نعم. يعني مهما سووا سيميليشن نعم يعني لل... للدماغ من خلال من خلال اجهزه الكترونيه حديثه او كذا يبقى يفتقر الى فت جانب روحي طبعا يعني عدد الاعصاب اللي انا قريتها اللي يمتلكها الدماغ فقط مم. تساوي مسافه سواحل مصر على البحر الابيض المتوسط. عيدها دكتور الله عدد الاعصاب نعم. الخلايا العصبيه الموجوده في دماغ الانسان تساوي نعم. سواحل مصر كامله على البحر الابيض سبحان المتوسط. الله كلها هاي الله سبحانه نعم. وتعالى جمعها ضمن حيز ما جمجمه صغيره ما تطلع لها وزن الدماغ نعم. ترى ما يتجاوز نعم. كيلو او نعم. كيلو ونصف نعم. نعم. نعم فهذا الـ هذا الـ هذا العدد الهائل هاي الكميات الهائله من الاعصاب هي الكفيله بحركاتنا باحاسيسنا بغيرتنا نعم. الى اخره نعم قد يتمكن الانسان بالذكاء الاصطناعي ان ان ينصر يكون العاطفه لكن هاي العاطفه الخاليه من الاحاسيس مثل ما صارت ال اليابانيين صنعوا اللعابه صوفيا اللي تشتغل بالذكاء الاصطناعي إلها نعم. لها قدره غازلك والحاليا وسائل الجي بي تي بالدردشه اكيد مشهوره في هذا الموضوع لكن هل توصل الى مرحله الانسان المقابل؟ هل توصل الى مرحله رجل مع امراه؟ أعتقد هذه المسائل صعبة جدا صح رغم أن الله سبحانه وتعالى في قرآنه الكريم يقول بسم الله الرحمن الرحيم فوق كل ذي علم عليم إذن تبقى ما ينتج الإنسان من علوم الحقيقة هي نقطة في بحر الله سبحانه وتعالى تمام حتى بعض الأسئلة الحقيقة بقت ويسألونك عن الروح والروح من, ربي. ربي. من أمر ربي يعني بس رغم ذلك الإنسان لازم يسعى ما يوقف عند حدود محددة لأن يعني العقل البشري الحقيقة حسب آخر إحصائية سمعتها وأتمنى تصحح لي أنه الإنسان ل... يعني ما مستغل أزب من 10% من قابليات الدماغ البشري صحيح يعني أينشتاين نفسه كان واصل إلى نسبة 13 أو 14 كنسبة مئوية فإذا 87% اللي هذا اذكى شخص الحقيقه يعني كان موجود اللي هو يعني اينشتاين يعني بعصرنا وما وصل للعشرين بالمية من استخدام قابليات دماغه اذا كيف الانسان يفعل او يزود نسبة استغلال لهذه الهبل اللي رب العالمين اعطانا دكتور هنا اكو جدليه قائمه بين منظور الاسلام نعم. منظور القران للانسان نعم وبين نظره الحضاره الغربيه للانسان حقيقه فارق جدا كبير تمام الحضاره الغربيه تعرف انه يؤمنون بالسلم الطوري يعني الانسان ما بدا انسان بدا بالبدايه خليه نعم. وحيده التطور بالضبط القران اذا تتبحر به ما أي ترى هاي النظريات لما يقول انا خلقنا السماوات والارض في سبعه ايام <applause> معناته في سته ايام معناته الخلق تم بصوره نهائيه كامله من البدء تمام يعني انا ما اقدر اقول الله سبحانه وتعالى خلق الدوده وبعدين خلق الانسان هذا يتنافى مع مفهوم العلمي <applause> للقران الكريم اذا من هذا المنطلق نشوف انه هذا الانسان زود باعضاء بخلايا بكامل المواصفات ليس الانسان الحالي <applause> بل هو الانسان منذ بدء الخلق تمام. يعني المفروض نرجع نقول هل يعني الرسول صلى الله عليه وسلم قبل 1400 سنة هل يمت كان يمتلك أحاسيس وكذا وأعضاء أكثر من عندي آني أو من عندك القرآن ما يعني ما هذه النظرية الرسول كان يمتلك نفس المواصفات الإمام علي لما في ذلك الزمن يقول سلوني عن طرق السماوات والأرض أجب عنكم مو؟ سلام الله عليه واسألوني قبل أن تفقدوني إذا مسألة استخدام الإنسان نوبات احنا حسب تطور الحياه نعم اكو بحوث يشوف الفرق بين بحوثنا وبحوث الخارج البحوث بالخارج هي وليده الحاجه مم. يعني هو لما يحتاج الشيء يبدي يصنع تمام. احنا لا نوبات بحوثنا ما تاخذ هذا المنحة اضافه مم. الى هذا بما انه وليده الحاجه والعالم في تطور اذا هذا الاستخدام نسميه الاستورج او تقول ال87 اللي ما استخدم لحد الان هذا لان يعني القران موجود لكل زمان ومكان كما أن الأعضاء الإنسان أعصاب الإنسان هي كاملة لغاية نهاية البشرية إذا إحنا قد نتوقع البشرية راح تتقدم فيما بعد صح هذه يعني كلها هاي السبعة يجب أن تستغل طيب. للمستقبل يعني قصدك دكتور دماغ الإنسان إحنا عندنا بالحاسبة أهم عنصرين يعني هو الرام والروم بالضبط الراندوم أكسس ميموري نعم والريد أولي ميموري نعم الريد أولي ميموري هي الذاكره الثابته اللي موجوده اللي تصير عليها التفاعلات والراندوم اكسس هي الانيه اللي تتخذ الاجراءات دماغ الانسان قصدك مشابه يعني الكمبيوتر سووه سيميليشن للانسان سووا روم ولا دكتور مو بهذا المعنى مو بهذا المعنى انا اقدر اقول لك الذكاء الاصطناعي بشكل عام دي يعالج بعض الحالات اللي اللي م... عند الانسان ليس في خلقه بل في تصرفاته يعني اجيب لك مثال تمام. احنا الانسان لما يمرض الله سبحانه وتعالى مو سبب المرض البيهيفير مال الانسان السلوك مال الانسان هو سبب المرض صح. كان يكون عنده سكر نتيجه من أولت الغذاء, الغذاء, الغذاء او الى اخره او, أو عنده كانسر او الى آخره. اخره الذكاء الاصطناعي او العلم بشكل عام دي يعالج هاي الهفوات اللي دي يسويها الانسان من تصرفاته صح. لكن المخطر المنطق الاخطر الذكاء الاصطناعي احنا سبق ان قلنا في حلقه سابقه نعم هو في 2075 2075 عندما يستطيع الروبرت او الذكاء الاصطناعي ان يتدخل بالسلوك البشري السلوك الاخلاقي في اتخاذ القرار في اتخاذ حياتي. القرار نعم شلون الشو... هذه المساله صعبه دكتور مو يعني... مساله ظالمه نعم. نقلتنا ل 2075 احنا نريد نشوف بحياتنا هذا دكتور المؤتمر مال بريطانيا نعم هم خلوه اللي وصلها. هذا القرار قرروه هسه بس متاكد أنا يعني متاكد ما صعبه متاكد ورا نعم خمس او عشر سنوات نعم راح الفتره تقصر ليش؟ لان احنا هاي القفزات من كان يتوقع انهم يصير روبوت مثل تشات جي بي تي نعم آه يعني الحقيقه انا الفت كتاب بهالموضوع ان شاء نعم. الله راح ينزل الاسبوع ان شاء الله اسمه المختصر المفيد في تشات جي بي تي والذكاء الصناعي نعم. نعم. فتشات جي بي تي يفاعل لك ملايين المصادر والمعلومات آنيا ويتخذ قرار ويعطيك إياه نعم. فالداتا هو إحنا دخلنا الهير بس تفاعل المعلومات مو إحنا هو بدأ يفاعل بالمعلومات ضمن خوارزمية إحنا سويناها فإلى أن يجي يوم يقوم هو يسوي الخوارزمية وهو هو هذا اللي نقوله وهو يتخذ القرار هو دكتور الاخطر من الناحيه الاجتماعيه اللي نقصدها الناحيه الربانيه يعني لا. دخول الذكاء الاصطناعي بالصناعه نعتبره شيء طبيعي دخوله بالترانسبورتيشن بالنقل دخوله بالايرادات بالترافيك لايت هاي مساله اصبحت تقليديه او ذكاء اصطناعي روتيني بس لما يقوم يتحكم في سلوكك انت وينهيك مم. عن بعض القضايا ويرجعك الى قضايا اخرى يعني قبل ايام انا دقرب بتكنولوجيا الذكاء الاصطناعي واحد في اوروبا قاعد ي يدردش فقط ويتذكر تعرف يعني الحياه في اوروبا جامده هي. يعني صح. عشت تقريبا ست سبع سنوات في يعني ميلون للوحده وللانفراديه يسولف من... وياه ويجاوبه نعم. يستجيب نعم. لا هم طبيعه حياتهم يميلون للانفراديه اكثر من عندنا، احنا اذا أكيد. ما تشوف ابن عمك واخوك ما ترتاح، هم عندهم لا يقعد وحده الى اخره شو الافضل احنا لو هم اكيد احنا اكيد هاي الانسانيه هي <applause> معنى الانسانيه هذه فلذلك هوايه شافوا حياه متقدمه ورائعه بس ورا فتره الجانب الروحي افتقدوه فرجعوا الوطن يقول بابا. اني يقول اني هنا اعيش واموت ولا اعيش بجنه الغرب اللي هي كلها عباره عن حضاره جامده نعم. وماكو تفاعل اجتماعي الانسان ترى يحتاج مو بس دكتورة يعني يحتاج الجانب الروحي ذكرني ما قبل كم يوم كانت نعم. كنا حاضرين اختنا الدكتوره رنا نعم. حسين دكتور برهان كذلك نعم. يعني حكيت في المصطلح جيد جدا الحقيقه الدكتوراه بالتفسير القران الكريم نعم فاستوهاني جمله من عندها ايش قالت؟ قالت الذكاء الاصطناعي مم. اللي يقود العالم هو ذكاء اصطناعي من اجل الدنيا اها اما الذكاء الصناعي الرباني مم. هو اللي نكسب بالدارين الدنيا والاخره رائع جداً. احنا اذا ندور على هذا المصطلح على وعلى هذه الجمله راح تشوف انه فعلا احنا اللي نسويه هو من اجل يعني في مفهوم الغرب هو من اجل اسعاد البشريه لكن في الدنيا اذا القضايا الروحانيه والامتناء والحلال والحرام كلها راح تكون مجرد عنه أحسنت. كل شيء مباح كانت طبعا محاضره رائعه ومن م. جنابك الكريم هم اغنيه اللقاء م. دكتور الحقيقه الذكاء الصناعي م. يعني به جوانب ايجابيه كلش كبيره يعني هو كل من صار م. يعني هو من اجل انه اسعاد البشريه م. و تقليل التعب وال يعني الاعمال وسرعه الانجاز بس رغم ذلك ابو الذكاء الصناعي عالميا معروف هو جيفري جيفري هنتون قال حقيقه فات كلام يعني أي هو استقال من شركه جوجل على مود يصير له حريه الكلام لان من كان بشركه جوجل كان ما يقدر يتكلم من ضمن ضوابط محدده قال انا نادم نسبيا ما قال ناس نادم مطلقا على تطويري للذكاء الصناعي ليصل الى هذا الحد وقال جمله خطره جدا وقالها كذلك ايلون ماسك نفسه كررها سيكون احد اسباب فناء البشريه هو الذكاء الصناعي صحيح دكتور بس تعقيب صغير انت نعم. تجي على اديسون نعم هذا من اخترع الكهرباء احنا لحد الان نعيش بنعيمه صح يعني يوم اللي تطفي الكهرباء مبارد. حتى الحياه تروح مونتها نعم مبارد. يعني لا تلفزيون يشتغل هي اساس الحضاره يشتغل اساس, يشتغل أساس يشتغل. الحضاره لكن يأسفني انا اقول لك قد فيما بعد توفى بالكهرباء النتل النتل ومات فهو نعم. هو نفس على نفس المبدا للذكاء الاصطناعي صح. من الممكن ان نستفاد من الذكاء الاصطناعي مثل ما تفضلت حضرتك في ايجابياته لكن تلاحظ يعني خاصة أنا أقول دائما أنه الإنسان إذا ما يكون مهيئ للتكنولوجيا آه هاي النقطة فالابتعاد عن الابتعاد عن الابتعاد عن اقتناص التكنولوجيا أنت ما عندك مقاومات يعني. أو ما تسمى بالعلم الحديث ما تمتلك البنية التحتية إذا التهيئ مشكلة دكتور. دكتور, التهيئ للتكنولوجيا للتكنولوجيا لاستقبال التكنولوجيا كلش مهم طبعا يعني أنا أسوي أرضية لهذه التكنولوجيا له. والمشكله انه العالم هي مو مشكله شيء جيد انه العالم صار قريه صغيره يعني طبعا. اللي تصير يتصنع... مو قريه صار عباره عن شاشه من الموبايل يعني هسه احنا بهاي اللحظه اتشكشك بالموبايل على جوجل اطلع لك ما تريد هاي اللحظه دكتور نقدر نتصل ابعد مكان بالعالم صح يعني فكذلك التقنيات ماكو بعد يعني تحتاج وقت وتنتقل مم. التقنيه من اوروبا الى الـ الى الـ العراق او روسيا وصلت الى تصنيع اجهزه صواريخ تسعه اضعاف سرعه الصوت نعم مضبوط يعني هسه انا احكي وياك ايه؟ تسعه اضعاف سرعه الصوت إيه يسمو بس احنا نقول مننا. الانسان غير المثقف مم. عندما يمتلك ناسية المعرفه مم. بدون علم مم. يعني شلون قال ولا تقولوا آمنا بالقول وأسلمنا أسلمنا الإسلام لا. هي مرحلة تمهيدية للإيمان تصبح قلقلة لسان صح يعني احنا مشاكل العالم اللي العالم العربي بالأخص يركز عليه حتى بالمحاضرة ما يحكي على إيجابيات الذكاء الاصطناعي مباشرة يقول لك شنو سلبياته نعم سلبياته أولا من جهل لأن أنت قمت تستخدم الذكاء الاصطناعي في مجالات هو الله سبحانه وتعالى ما يقبل بها ما معنى ذكاء اصطناعي يستخدم من أجل التعري ما معنى الذكاء اصطناعي يستخدم من أجل القرصنة ما معنى ذكاء اصطناعي يستخدم من اجل الزنا بالمحارم الى اخره، يعني بدها تاخذ الادنى هوايه شغلات احنا في غض النظر عنها الحقيقه، الذكاء الاصطناعي مو هذا الدايركشن مالته، ولم يوضع على المؤسس الذكاء الاصطناعي هو ريدة لخدمه البشريه، ولهذا احنا محاضرتنا من كانت الذكاء الاصطناعي من وجهه نظر الشرعيه الاسلاميه حلال ام حرام، ركزنا على انه دكتور الحلال عند الله مطلق. يعني انت لو تقرا القران صحيح يعني ماكو نص يحلل بس اكو نص يحرم مضبوط اذا ما موجود بنص هو حرام، ما لم يكن بنص هو حلال صح احنا بعض البعض استخدم الذكاء الاصطناعي في اعمال حقيقه ينهى الله سبحانه وتعالى ولهذا السبب احنا نقول شئنا ام ابينا الذكاء الاصطناعي ان شاء الله راح نفتهمه دكتور الحقيقه الموضوع نعم. متشعب هو موضوع فعلا. موضوع الساعه نعم. وموضوع المستقبل المستقبل يعني حتى اكو بعض الاقسام انضافت السنه في الجامعات العراقيه هو الامن السيبراني نعم. الامن السيبراني هو يعني نسميه احنا هو برانش شرطي دكتور شرط الذكاء هو الصناعي هو برانش من فروع الذكاء نعم. نعم بس هو الشرط اللي راح يصير على الذكاء الصناعي نعم. لان الذكاء الصناعي الحقيقه هي. اذا مثل ما قلت جنابك الكريم التطبيق هو المهم وانه تكون ارضيه مناسبه وعقليه مناسبه صح يعني مثلا كذلك حتى الديمقراطيه من تجي الى شعب كان يحكمه دكتاتور وفجاه تنطيه اكيد راح يصير هواية سلبيات نعم. ومرت بنا هاي الحاله اذا احنا ريتو توعدنا دكتور دكتور بس اخدم لك بملاحظه نعم. انا زرت الولايات المتحده الامريكيه اكيد وتشوف العالم الموجود به خاصه التكنولوجيا مقارنه بالعالم العربي نعم. زرنا مصر زرنا دول سوريا لبنان آه الاردن باقي الدول العربيه موريتانيا المشكله هناك الحياه التكنولوجيه تحس بها تتقدم يوم على يوم نعم فهي مبتدأ. دعوه خالصه من عندك انه هي مو اسس لي فقط من سرياني او ذكاء اصطناعي ويجيب لك كتب بيسك مال مايكروسوفت او مال ميتا والى وينتهي احنا يجب ان نؤمن بما يسمى بالتعليم المستدام مم. وكلمه المستدام هو معناتها نقل وتوطين التكنولوجيا مو فقط نقل دكتور هاي تتم من خلال علماء افذاذ نعم. مثل الاستاذ الدكتور سامر ربيعي مستمبت. الحقيقه كنت ضيف كريم دكتور بس اتمنى توعدنا حلقه انه نكمل هذا الموضوع الحيوي والمهم والمهم جدا واللي متعلقه بالحضاره حاليا وفي المستقبل شكرا دكتور اهلا وسهلا دكتور رمضان كريم عليك ان شاء الله اعزائي المشاهدين بهذا الحديث الشيق والرائع من عالم عراقي متمكن حول موضوع الذكاء الصناعي نكون قد انهينا حلقه جديده من برنامج العلم للجميع نعدكم بحلقات اخرى مشوقه والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته